السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حصتكم وش نطيبوا اليوم، الحصة اللي تأتيكم يوميا على الساعة الثالثة زوالا بوصفات متنوعة على حسب الموسم. أنا دايما الوصفات تمعي نحب نمدهم على حسب الموسم. احنا رانا في موسم الخريف، إذا موسم الخريف معروف بعدة أنواع تاع الخضروات، هذه الخضروات الموسمية اللي تفيدنا. احنا نعرفوا أنه في كل موسم عنده الخضرة الخاصة ديالو، لهذا يعني احنا نحاولوا انه كما يقولون بروفيتي لو ماكسيموم من هاد يعني الخضروات المتنوعه. ولكن مشاهدينا قبل ما نبداو نتذكركم انه رقم الهاتف راه يمر اسفل الشاشه باش نستقبلوا مكالمتكم ونستناو الوصفات نتوما ولا طلبتكم واش حبيتوا نحضروا لكم. اذا مشاهدينا وصفتنا اليوم راح تكون خفيفه وظريفه، انا دائما على بالنا مع لا رونتري مع الناس البيدجي ما كاش مع لا رونتري سكولير والدراري وين يعني امتصوا كامل البيدجي تاع تقريبا تاع نصف السنه. اذا حنايا حبيت انايا مثلا انا نحب نعطي لكم وصفات يكونوا على حسب يعني كما يقولوا على حسب يعني الامكانيات تاعكم. اذا كما راكم تشوفوا احنا عندنا اليوم الوصفه اللي هي حساء الشيفلور، حساء الشيفلور ولا الفولوتي دو باري، هذه الوصفه الكلاسيكيه العالميه معروفه خاصه يعني في الفنادق. لما لا احنا نعرفوا انه الشيفلور نحضروه بالدرسه ولا نحضروه دي كروكيت ولا نديروه طاجين ولا نديروه دي بني، ولكن انا اليوم حضرتهم لكم على شكل حساء راح تشوفوه راح نرافقوه بواحد النوع تاع الخبز، يعني الطريقه كيفاش الخبز تاعك ما ترميش سيداتي وكيفاش نعاود نريفيزيتي الخبز تاعي ونقدمه لل يعني الفطور ديالنا. اذا الوصفه هي عباره على نعاود لكم فقط انه حساء الشيفلور عندنا شيفلور البطاطا لازم يكون فيه. علاش نديروا البطاطا هنا؟ باش تحكم لي لا تيكستور تاع الشيفلور ديالي، لانه الشيفلور تاعي شتو ممكن ميكسيه يقعد ليكيد. اذا حنا علاش نديروا له البطاطا؟ نديروا البطاطا باش نحكموا لا تيكستور تاعو. ثاني حاجه هو البسباس، علاش نديروا البسباس في الشيفلور؟ لانه البسباس مشاهدينا الكرام مفيد جدا لعمليه الهضم، وحنا نعرفوا انه الشيفلور كاين اللي يدير له مشكل في عمليه الهضم. اذا البسباس هو عباره على يعني كما يقولوا مساعد في عمليه الهضم. نروحوا للبوارو. اذا مشاهدينا لازم تعرفوا حاجه انه البوارو وشني هو؟ البوارو اللي هو هذا، هنا عندنا البصل وعندنا البوارو وعندنا البورو باش يعني نديرو لا ديفيرونس، وعندنا الثوم، هادو من عائلة واحدة، فهمتوني؟ حنا البصل ما نديروش كمية كبيرة لأنه الحساء مشاهدينا الكرام ما يحبش نسبة كبيرة تاع البصل، وإنما لازم نحطو فيه البوارو اللي هو لو بلون دو بوارو، لانه علاش هنايا يجي بلاتيج تاعو خضره اللي هي الساق هذاك الاخضر، حنا ما نحتاجوش هذاك الاخضر لانه ديجا في بعض الاحيان يجينا عاصي. اذا حنايا نخدمو بهذا لابارتي اللي هي هذه الجهه البيضاء، هذه ما تلقليش ريحه كبيره، يعطي لي بنه للحساء تاعي، وكذلك غني بالاملاح المعدنيه، وكذلك يساعد على عمليه الهضم. اذا نقطه مهمه انه البوارو حاولوا انه تستعملوه في الوصفات تاعكم، خاصه كل انواع تاع الحساء لازم يكون فيها البوارو. السعر تاعو يعني ما راهوش غالي في الاسواق، نقدر ندير وحده تكفيني مع نص حبه تاع البصل. وعندنا نصف صدر تاع الدجاج ومرق الدجاج. الكريمه السائله احنا نضيفوها باش نعطوا الحساء تاعنا كيفاش يقولوا اون تيكستور، لا تيكستور تاعو ولا القوام تاع الحساء تاعي يكون كريمي، لانه ديجا هو حساء، فهمتوني؟ حساء لازم يكون فيه حساء مستمد من كلمه الحسو، يعني لازم نشربوه فوالا بلاكويه، حنا وشنو برك نستعملوا لاكويه. وعندنا شوفوا هنا اللي راكم تشوفوا بالنسبه للتوابل عندنا فقط الملح وكميه قليله تاع فلفل اسود، وعندنا جوزة الطيب. هنا راح بزاف يقول لك انه جوزة الطيب ما نستعملوهاش في الوصفات تاعنا لانه كاين اللي يقول محرمه انه نستعملوها، ولكن حنا كما يقولوا بزاف الناس المفهوم تاعهم غلط، لانه جوزة الطيب ومع جوزة الطيب يلا نستقبلوا مكالمه. يلا الو. نعم سيداتي مرحبا.
والسلام عليكم مريم، كي راكي غير؟ لاباس الحمد لله. واش راكي امينه؟ لاباس؟ ناس غليزان؟ لاباس بالصحه؟ لاباس الحمد لله. انتم راكم غاير؟ الحمد لله. الاخت الكريمه تفضلي. واشاف مريم نبغوك وبارك الله فيك. شكرا شكرا. وانا ثاني نحبكم ونحب الاتصالات تاعكم ونحب تبقاو اوفياء لهذا البرنامج مهم جدا. واه كذلك. واه ما شاء الله سي والشاف سليمان. الحمد لله. حنا ماذا بينا يعني نحاولوا نمدوا لكم كل ما هو افضل، كل ما يعني ما يفيدكم، ما يفيد الصحه تاعكم وما يفيد كذلك الاولاد تاعكم وكذلك جيوبكم، ما مهم جدا لانه البيجي ثاني يلعب دور كبير. واه يا اكلك شباب، ونحوس ديري لي وصفه تاع المقروض تاع المقله ان شاء الله. نديرو في خاطرك ماهوش مشكل باذن الله تعالى، نديرو في خاطرك. حنحاول نبرمج وصفات تقليديه خطره في الاسبوع، وان شاء الله راح ندخلوا مقروط المقله هو اول طبق راح يكون باذن الله تعالى. هيا صحفتي بارك الله فيك. شكرا شكرا على المكالمه. تحياتنا الناس غليزان. يلا مشاهدينا مباشره نمروا لطريقه التحضير، لانه بعد ما شرحنا الوصفه أهم شيء في الوصفة هو طريقة التحضير. علاش طريقة التحضير؟ صح نعرفوا أنه الوصفة المقادير لازم تدوا المقادير، ولكن الطريقة أنا كي نشوف الشيفلور يقول لك نحطه ونخلط كل شوية يلا، ولكن الطريقة تلعب دور كبير. إذا احنا أول حاجة نبدأ بها راكو تشوفوا الشيفلور تاعي تحسوه ديجا راني طيبته شوية. هنا تحكمي الماء تاعك يغلى مليح وتحطي الشيفلور ديالك لداخل، ديري عليه ملعقه تاع الملح وثلث ملاعق تاع الخل. ما عندكش الخل تقدري ديري الليمون، تخليه يغلى مده ثلث دقائق. نصفي هذاك الشيفلور ديالي ونخليه. علاش نديرو هذه الطريقه؟ اذا اول حاجه لازم تعرفوها انه الطريقه هذه اللي درتها قلت لكم في البداية الامر انه الشيفلور عند يديرنا مشكل في عمليه الهضم. اذا نتوما لازم تديروا هذه الطريقه باش نحوا هذوك الغازات اللي موجودين في الشيفلور، فهمتوني؟ على هذا لازم نغليه. اذا هنا واش درت؟ درت ملعقتين تاع زيت الزيتون وعندي ملعقه تاع الزبده. نحاولوا انه نحطوا الزبده في الانواع تاع الحساء تاعنا راح تعطينا نكهه. ونستقبل مكالمة من برج. عندي هنا نصف صدر تاع الدجاج، راح نستعمل نصف فقط ولا كركاس. الأخت سالي. نعم. السلام عليكم. الأخت سليمة أهلا وسهلا بك، مرحبا. أختي ديري لنا الماكلة المعلمة رب السكر. إن شاء الله الأخت الكريمة، حندير لكم أنواع تاع المخبوزات إن شاء الله. ماهوش مشكل. الماكلة تاع الفرن نموت عليها بصح عندي سكر ما نقدرش ناكلها. ان شاء الله باذن الله تعالى. هادي خطرك تاع ماكلة السكر ما كانش نديرو فيها مره، ديرو غير شويه منها ومنها السكر ما كانش ناسين بيه مره. معليش شوفي سيداتي ما يكون الا خطرك، ان شاء الله نحاول انه نبرمج حصه خاصه لاصحاب مرضى السكري باذن الله تعالى، وكذلك اللي عندهم مشكل في الجلوتين، اللي يعني ما يتناولوش وصفات تاع الجلوتين، ان شاء الله راح نحاولوا انه نبرمجوها. ان شاء الله انا نستناو فيك. ان شاء الله. شكرا اختي. شكرا 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 ربي يحفظك. شكرا. شكرا على المكالمه. شكرا. اذا اول حاجه درتها راني حطيت لو بلون دو بولي تاعي شويه، ديروا كميه قليله فقط. عندي الزعتره هنا نحمص ولكن بدون لون. حنا هنا نقولوا سون كولوراسيون. علاش ما نديروش اللون؟ انا ما نحتاجش اللون لانه الحساء تاعي راح يكون لون تاعو ديجا ابيض. قلي فقط. شوفوا يعني الحساء تاعي طريقته بسيطه وجد سهله. انا قلبت لا بلانش تاعي. هنا عندي البسباس اللي تيجي هذو نحاول انه ما نرميهمش. البسباس راح يعطي لي ريحه رائعة. نكوبيه بهذا الشكل. نبدأ به هو الأول مع الزعترة باش يطلق لي البنة. نروحو لبواغو تاعنا
حنقطعو بنفس الطريقة. مستعرة ويتعبني شوية، نحاولو بهذا. هذا نقطعه عشوائي بهذه الطريقة، ونضيف البطاطا اللي كنت هدرت لكم عليها وقلت لكم انه البطاطا هي تحكم لي القوام تاع الحساء ديالي. هلا ديروا كميه قليله تاع البصل، قلنا حبه تكون صغيره فقط لانه ما نحبوش نشموا كامل ريحه البصل لداخل الحساء ديالنا. فوالا شوفوا تقليه غير خفيفه. فوالا نحكموا كميه تاع الشيفلور تاعي اللي كنت كيما قلت لكم غليته، ونحطه مباشره الداخل. هنا نستعملوا كيلو تاع الشيفلور، راح يخرج لك كمية كبيرة تاع الحساء مع الكريمة. هنا غادي نخليهم بالك نديروهم دي بيني، نقليوهم راح يجو روعة. نكتفي بهذا القدر. شوفوا لي الحساء ديالي، فوالا شفتو. نزيدو هادية والاخر نديه للتلاجة. هذا اللي فضل بالك نديرو به دي بيني، ولا ان شاء الله الا كفانا الوقت في لابريزونطاسيون. ايوا هكذا. اذا مشاهدينا الكرام، هنا راح نزيد نشرح لكم واحد النقطة مهمة جدا. هذه النقطة انه هنا غير ما نقلي هذا تاع زوج دقائق، نحط لي لي زانغغيديون تاعي، نحمسهم شويه خلاص هنا ينتهي العمل تاعي. لانه علاه؟ راح نمرق مباشره، نمرقو مباشره بمرق الدجاج او بالماء. علاش هنا نمرقو بلا ما نحمسو؟ لانه علاه؟ هو عباره عن حساء، باش نتفاهموا. الحساء يكون الطريقه تاعو بهذا الشكل، لانه علاش ما راح نرمو والو في هذا الحساء، ني الليكيد تاعو ني ما نرمو الليكيد تاعو، وما نرموش لا غارنيتور اللي راهي لداخل، لانه راح نحتاجهم في نفس الشيء في زوج. علاش نحتاجهم في زوج؟ لانه لا غارنيتور تاعنا ديجا نحتاجها باش تعقد لي هذاك الحساء تاعي، والماء تاعي ما راناش راح نستغنى عليه، لانه القيمه الغذائيه الموجوده في المواد اللي استعملتها ديجا راهي لداخل لو ليكيد ديالي، لهذا ما راحش راح نحيها. عندنا هنا جوزة الطيب. جوزة الطيب واش فيها؟ راح نفتح لكم الحبه. هذه تكسرت لي، اكرازيتها مليح باردون. نفتحوها غير بشوي بهذا الشكل كيف كيف، طريه معليش. هذه جاتني شويه فارغه لداخل، معليش ندو كميه صغيره هاديه ما يهمش. هنا واش كاين؟ هنا نحتاجو واش كاين لداخل جوزة الطيب ديالنا. اللي هي هذه. فوالا استنى نسيو مع هذه. معليش ما كتبتش انه هي تجي عباره عن حبه كيما حبه تاع الجوز، ما يهمش. فوالا راهي تتفتت وحدها لانه مازال تفخاش شويه. حنا واش نديرو هذا؟ فوالا نحكم السكرفاج تاعي
رشه صغيره فقط هكا هكذا ما نزيدش، فهمتوني؟ لانه بزاف مركزه، حنا رشه فقط صغيره في جوزة الطيب ديالي. ونستقبلوا مكالمه من الجزائر العاصمه مع ام زكريا. السلام عليكم. عليكم السلام الاخت الكريمه، اهلا وسهلا. واش راكي لاباس؟ الحمد لله، وانتيا صحتك لاباس؟ ولا غير لاباس، ولا غير لاباس الحمد لله. عوده ميمونه الله يسلمك، مرحبا بكم. هذه مده الله يسلمك. الله يسلمك، مرحبا بك. وحنا ثاني توحشناكم. هاي توحشك الخير، وحنا ثاني توحشناكم صراحه. لنا احنا موافين نتبعوكم، ما كنتوا تجوا كنا نتبعوكم، كانت الاعاده كنا نتبعوها. انا صراحه توحشت دعاوي الخير تاعكم، توحشتكم انتوما صراحه. لنا والله غير يعطيك الصحه، بارك الله وفيك وصفاتك ما شاء الله، الله يبارك. شكرا يعني ما شاء الله، والله غير متناول الجميع يعني ما شاء الله، الله يبارك. شكرا ام زكريا. الله يسلمك ونقول لك ان شاء الله ربي يخلي لك صحتك، هذا ما كان. شكرا جزيلا. يعطيك الصحه. شكرا لك، ربي يعاونك. شكرا شكرا. شكرا شكرا على المكالمة الأخت الكريمة. نروحوا الآن للخبز ديالنا. نجيب لابرونش تاعي، عندي الكوتو أبان خاص بالخبز، نحتاج السنيوة ديالي. السنيوة تاعي نحط لها البابي كويسون، اللي هو ورق الطهي، وراح نوريكم كيفاش راح نقدموا الخبز تاعنا. هنا مثلا قعد لك الخبز تاع البارح، جيبيه سيداتي وتقدميه. هاني نجري صح مريم، نقطعوه بهذا الشكل. فوالا، اي خبز سيداتي قعد لك تقدري كي تكوني قاعده تبداي ديجا توجديه هكا، تقطعي وتحطي في الطرف هكذا. قطعوه بهذا، تحبي ديريه دوائر صادي بون كيفاش تكون الخبز ديالك كيفاش يكون. انا يعني راهو الشباب شفتو سميرة هايل. اذا نحط الخبز كامل بهذا الشكل، فوالا بهذه الطريقة. الخبز تاعي فوالا، إذا نزيدو هنا كمية صغيرة اللي بقات لي هنا، فقط باش نوريكم الطريقة كيفاش تكون. عندي هنا الثوم ديالي نفتحها، وكاين زوج طرق هنا، نحتاجو فقط الزعترة هنا، نفتح الثوم تاعي بهذا الشكل، ما نساوش فقط لا مغمي تاعنا عيننا تكون توجور عليها. هنا توجور الثوم تاعنا مشاهدينا الكرام كي نفتحو لازم نشوف اذا هو اكو معايا، اذا هو مثلا اذا كانت فيه لاتيج لازم نحيها، نحكمو فقط هكذا بلا ما نغسلو لانه ديجا راهو. وندهن كامل هذاك الخبز تاعي سواء بهذه الطريقه او نحكم. اول حاجه هي الزيت تاعي، دير انفيلي تاع الويل دوليف كامل فوق، هذه كطريقه اولى راكو معايا. الطريقه الثانيه اللي راح نستعملها، راح نسكرفج هذاك الثوم ديالي وندير له الزيت ونجوز كامل عليه البانسو مع المعدنوس، اكيد راح نكونوا ميلونج بين الزيت والثوم وكذلك المعدنوس، نسكرفجوهم ونحطهم كامل من الفوق بالبانسو ونحطوه يقريه في الفرن. اذا ما درناش هذيك الطريقه عندنا كذلك هذه الطريقه، وين رايحه نحط
كمية تاع زيت الزيتون، نضيف عليها حوالي 10 سنينات تاع الثوم، عندي إكليل الجبل، نضيف عليه الزعتر وراح نطيبهم شوية فوق النار. فوالا فوالا بهذا الشكل. من بعد نرحيهم وندير لهم كمية تاع الزبدة أو الجبن، أي وحدة واش حبت. من بعد راحين نرافقوا بها الخبز ديالنا، ولا كذلك الخبز بالحساء تاعنا. اذا مشاهدينا الكرام راح ندو فاصل قصير ونعاودوا نرجعوا لكم ونشوفوا باقي الوصفات تاع اليوم ونكملوا كذلك الوصفه ديالنا مع بعض. إذا مشاهدينا لحقنا نهاية البرنامج، وصفتنا البسيطة راهم واجدين، طريقة التقديم كما راكم تشوفوا، الوصفة اللي بدينا اللي بها هي حساء الشيفلوغ، يعني لا بريزونطاسيون تاعو شوفوا كيفاش حطيتها، شوفوا لي لا تيكستور تاع الفولوتي تاعي، لازم يكون كومان فولوتي، فهمتوني فوالا، بهذا الشكل. حطيت هذاك الدجاج تاعي من فوق، ضفت عليه شويه تاع لي كروتون هذوك اللي درناهم تاع الخبز مقبيله، وشويه تاع معدنوس مع شويه تاع الكريمه السائله لو بابريكا باش نكاسيو هذاك اللون تاع الاخضر والابيض ويعطينا لون رائع للطبق ديالنا. نمروا الان بالنسبه للخبز تاعنا اللي كنا حضرناه مع بعض، قلنا الخبز البايت نقدروا كيما يقولوا ان نستغلوه بهذه الطريقه مع هذاك الخبز تاعنا، عفوا فوالا هكذا تخبيه مع ديك الكريمه اللي كنا حضرناها، وهذا الطبق جينيرالمون يتماشى مع الحساء ديالنا. اما بالنسبه للكيكه تاعنا هاوليك الشكل النهائي ديالها، هي تقدم بالشوكولا او بالكراميل، انا اخترت انه نقدمها بالكراميل. راح نحاولوا انه نقسمه، يعني بسم الله بهذا الشكل. راح نوريكم الكيكة تاعي بسم الله كيفاش جاء الشكل ديالها. جيبوها فقط لهنا وشوفوها مع بعض، سواء تكون بهذه الطريقة. شوفوا لي القوام تاعها الداخل، شوفوا معايا غيلاس القوام تاعها، الجوز هذاك ريحة القرفة واش نحكي لكم، وهذاك التمر واللون هذا يعني جبناه من التمر وجبناه كذلك من القرفة. فوالا هذه هي الكيكة تاعنا، جات هشة خفيفة. نقدروا نقدموها باللاتاي كيما نقدروا نقدموها بقهوة حليب، كل واحد كيفاش. جينيرالمون هي باللاتاي ولا يعني انتيزان ولا فوالا هذه هي. مقبل ما نروحوا مشاهدينا الكرام ما نساوش نشكروا منتوجات مهدي فود اللي راهي حاضره معنا طيله الموسم، وكاع المواسم كانت معنا، نشكرهم بزاف. ما نساوش كذلك برومو فيسال اللي قدم لنا هذا الطبق الرائع تاع الاواني الجميله، وكذلك ما نساوش زاد ذكروني فقط فوالا زاد ايديكو الموجود في منطقة بودواو اللي قدم لنا هذا المائدة، من هي عبارة عن طاولة مخدومة من الخشب سكونديناف، فوالا اللي شاست معها كذلك ذو متانة، ماشي من نوع يعني تشوفوها يعني الطريقة تاعها كيفاش مصنوعة، مصنوعة يعني حاجة بروفيسيونيل. إذا نقول لكم لحقنا نهاية البرنامج، ونشكر الجميع اللي كانوا حاضرين معنا في البرنامج والطاقم التقني ما نساوهش كذلك، نشكر جميع المتصلين وجميع المشاهدين وكذلك الممولين تاعنا. نضرب لكم موعد جديد في حصة جديدة من حصتكم، واش نطيبوا اليوم، مع السلامة.